لماذا يتصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في عز الحملات المهيئة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؟ ما الذي يدفع جزءا من النخبة السياسية هناك إلى بناء خطابها الانتخابي على مناولة قضايا المسلمين؟ كيف نفهم دعوة بعض المرشحين إلى منع المسلمين من الدخول المؤقت إلى التراب الأمريكي؟ وكيف تتعاطى الجاليات المسلمة هناك مع هذا النوع من الخطابات؟